مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وأول حلقة في العام الجديد 2020، ونسأل الله تعالى أن يكون عام خير عليكم وعلى أحبائكم، وأن تكون 2020 عام تتحقق فيه أمنياتكم، وأن يديم على كويتنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء، وعلى كل بلاد العالم. وهيا بنا نبدأ حلقتنا لهذا اليوم. وإلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث سنتجول في أحد أهم الأسواق فيها ويعرف باسم سوق أتني. يجمع هذا المكان عراقة التاريخ وأصالة الحاضر، وهو متنفس لأهل الفن والإعلام والشعراء، فيصبح المكان ساحة للنقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الفئات العمرية. نشاهد سوق أتني، أو ساحة أتني كما يحلو لمرتاديه، يجمع بين عراقة التاريخ وأصالة الحاضر. يقع وسط العاصمة الخرطوم في حي جمع بين الحداثة والقديم من حيث المعمار، إذ تعود نشأته منذ الاستعمار الإنجليزي للسودان، حيث كانت منطقة سوق أتني يقطنها الأغاريق اليونان. لنسبر غور هذا السوق العريق مع أحد أبرز التجار. محل التي ندل أسسوه خواجات أغاريق، هم ثلاثة أولاد بزوجاتهم أسسوه على طريق راغية، على طريق أوروبية. سوق متخم بكل تجليات الإبداع والثقافة، بل هو متنفس وملتقى لأهل الفن والإعلام والشعراء الذين يرتادوه يوميا، إذ يأخذ السوق خصوصيته من حيث الزوار، وجميعهم يحمل هما وفكرة. فالمكان عبارة عن ساحة للنقاش وتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفئات العمرية. محل بيتجمع فيه عدد من الفنانين والأدباء والشعراء والمثقفين بشكل عام. هي تعتبر واحدة من بؤر الثقافة الكبيرة في السودان، وبتتميز عن بقية المناطق الثقافية بأنها بتحمل كل التنوع الثقافي في السودان. سوق أتني تجذبك إليه عند الدخول إليه رائحة القهوة السودانية، كما يحتوي السوق على متحف به الكثير من الصناعات اليدوية التي تدخل فيها جلود الحيوانات الأصلية، ما جعله قبلة للسياح الأجانب والعرب لاقتناء منه الهدايا التذكارية والمنتجات اليدوية النادرة. انتعش سوق أتني عقب سقوط النظام السابق الذي كان يمنع التجمعات وحلقات النقاش التي كان يديرها نشطاء سياسيون. حاليا هي ساحة بيجتمع فيها شباب بعد سقوط نظام البشير، للفنون، الهتافات، نقاشات فكرية، رواد بعض الأعمال اللي كانت محظورة من قبل النظام الإسلامي البائد. اشتهر سوق أتني وأصبح زواره كثر يأتون إليه من كل فج، منهم من يتسامر ومنهم من يعرف حال البلد من خلال جلسات الأنس وحلقات النقاش. أنا سمعت عنها في الفيسبوك، سمعت عنها في الواتساب مع صحباتي، يعني في دردشاتي معاهم بسمع بالحلقات البرامج اللي بتحصل فيها كلها، وجيت أشوف يعني الليلة. سوق أتني دوحة وريفة يتحلق حولها النخبة في السودان، كما هو محطة هامة للسياح يتزودون منه بأجمل وأثمن الهدايا الجلدية النادرة. شهد سوق أتني الكثير من التضييق في عهد النظام السابق، لكنه عاد هذه الأيام أكثر حراقاً وازدهاراً، ما عاد معه ألقه القديم. أماني عبد الرحمن السيد، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج مراسلون الخرطوم. The
الدرب الأحمر هو اسم لحي يقع وسط العاصمة المصرية القاهرة. هذا الحي يوجد به أقدم مصبغة لصباغة الخيوط واسمها مصبغة عم سلامة. وصباغة الخيوط هي حرفة قديمة يرجع تاريخها إلى عصر الفراعنة. لنشاهد معا هذه الحرفة وصاحب أقدم مصبغة للخيوط من خلال هذه الرسالة. في حي الدرب الأحمر وسط القاهرة، وهو من أقدم الأحياء التاريخية، تقع أقدم مصبغة لصباغة الخيوط تعرف باسم مصبغة عم سلامة. أنا اسمي سلامة محمود سلامة، مواليد 37 شهر 4 يوم 4. المصبغة دي من سنة واحد، بقى لها 119 سنة. ما فيش حاجة بتنقرض أبداً في الدنيا كلها إلا لما صاحبها يموت. المكان اللي صاحبه يموت اعتبري إن ما كانش عنده ولد يقدر يقوم بالمهمة اللي أبوه قايم بيها، يعني كانت بتهدم. تمر صباغة الخيوط بمراحل عدة حتى تخرج في النهاية باللون المطلوب، لتضيف فصلا جديدا يرسم بها قصة أهم وأقدم مصبغة في مصر الفاطمية. الشغل بيجي لنا هنا من مصبغة من عند التاجر، بيجي يطلب منه الزبون، بيطلب منه الألوان اللي هو عايزها، بيبعت الشغل زي ما انت شفتوه كده في المصبغة هنا. أول مرحلة بتخش عند الحاج، بيفك الشغل وبيجهزه وبيحضره، بنيجي احنا بندرب الشغل، وبعد كده بيخش على مرحلة الصباغة، بيصبغ وبتلف بيتعسر، وبعد كده بيتطبق وبروح لصاحبه. لو قطن أو حرير بيطلع يتنشر الأول عشان النشوفية، وبعد كده يتلم ويروح لصاحبه. عندنا احنا هنا شغالين جرام ومل. في الحاج بقى بخبرته وبحكم شغله بيقول مثلا هات 50 جرام أحمر، 50 جرام أسود، معلقة أصفر، معلقة بني، على حسب العينة اللي في إيده هو بيمشي عليها. اللي بيميزنا احنا عن المسابقة الحديثة ان احنا بنعمل الألوان بتبقى قدام عينينا، بنقدر نفتحها، بنقدر نغمقها، وبنطلعها تيبيكال مقطوعة من العينة. أما المسابقة الحديثة بينزل الشغل، الدورة بتاخد 3 ساعات أو 4 ساعات في المكنة، وبعد ما بتطلع طلع اللون فاتح بيقولوا ده لون جديد، طلع اللون غامق بيقولوا برضه ده لون جديد، فما بيقدرش يتحكم في رتم اللون. صباغة الخيوط قديمة جدا، فيرجع تاريخها إلى عصر الفراعنة، وهي عملية دقيقة ومنظمة ولها معايير محددة، فإذا زادت صبغة اللون عن المطلوب تحول إلى لون آخر. بمسك الكام عصر على قد الزانة وبتنشف قلبيها، وبعد كده لما بتنشف على حسب نوع الجو بتتلم، وبعدين بتتطبق وتروح لصاحبها. التسقيفة ديت بتعمل ايه؟ الالوان اللي هي فيها، في الوان ضد الضوء اللي هي بتبقى في الشمس، وفي الوان غير ضد الضوء. زي عندك الزهر اللي على البارد، عندك الاخضر اللي على البارد، عندك بنفسجي على المنوش، حاجات كتير كده. تتميز المصابغ اليدوية بأن ألوانها ثابتة وتخرج لون العينة في أقل وقت وبأقل تكلفة. أحب مهنته فأحبت، وصبغت على حياته بألوان من الرضا والقناعة. عم سلامة الذي تخطى 80 من عمره لا يكل ولا يمل من عمله اليومي، فالمصبغة الخاصة به هي معرض يضم لوحات فنية تحكي سنوات من الشقاء وسنوات أخرى من الرخاء. أمل مسعد لبرنامج مراسلون، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. صناعة السجاد اليدوي تعتبر من أقدم الحرف اليدوية في مصر منذ عهد المصريين القدماء، مروراً بالعهد الروماني ثم الإسلامي ووصولاً إلى عصرنا الحالي. وخير من يمثل هذه الحرفة هو العم محمد، والمعروف بشيخ الحرفيين التي أهلته أعماله اليدوية في صناعة السجاد إلى الحصول على أول شهادة من اليونسكو يحصل عليها حرفي. لنشاهد هذا التقرير.
على أوتار من خيوط القطن المشدود تمتزج فيها الألوان والخبرات، يجلس عم محمد الشهير بشيخ الحرفيين ليغزل من خيوطه لوحة فنية جديدة. المهنة بتاعتنا دي دي ورثناها أجدادنا. أجدادنا كانوا بيعملوا الجلابية على النور قبل المكن ما يطلع وقبل النسيج، عشان كده تلاقي مصر بالنسبة للنسيج أقدم دولة بالنسبة لصناعة النسيج مصر. المحل بتاع ده أقدم محل على مستوى المهنة، صناعة الكليم والسجاد والجبلان. الجبلان ده اللي هو اللوح، يعني ده المصطلح بتاعها جبلان اللي هي اللوحة دي. بعتبر شيخ الحرفيين لأن أنا أكتر واحد علمت على مستوى المهنة دي، وأقدم واحد علمتها وأنا عندي 9 سنين. السجاد اليدوي والكليم والمشايات والمعلقات الجدارية كلها أعمال تميز بها عم محمد، وكانت له بصمته الواضحة والتي ساعدته أن يغزو الأسواق الأوروبية، وكانت لتلك الأعمال الفضل في حصوله على أول شهادة من اليونسكو يحصل عليها حرفي. منظمة اليونسكو دي كان في يوم كانوا بيعلنوا في الجران كل سنة عشان ياخدوا دفعة على مستوى المحافظات كلها. كتبت طلب وقدمته، بعتولي بيمتحنونا اول السنه قبل ما نخش، لازم اقعد على النور، لازم اشتغل عشان يشوفوا ان انا ايه، ان انا صنايعي. انا كنت دفعه 68 69، طلعت اخر السنه خدت شهاده، طلعت الثاني على المجموعه اللي معايا، كنا 13 حرفي. لكل مهنة سر خاص بها، حتى النول له أسراره التي تميز حرفي عن حرفي آخر. ده والدي أولاً أفتخر بيه، أتعلم منه إن المهنة دي علمها لي مهنة كويسة جداً، بغض النظر عن هي مهنة، هي فن، هي إبداع، هي طاقة الواحد بيطلعها بس في صيغة إبداع وفن. يعني بالنسبة لسمية دي بتتعلم وبتعمل لوح، ليه؟ هي اتولدت في قلب الشغل وهي اللي واقفه معايا الوحيد. عرفت صناعة السجاد والكليم اليدوي في مصر منذ عهد القدماء المصريين مروراً بالعهد الروماني ثم الإسلامي وصولاً لعصرنا الحالي. أنامل تلتف بالحرير والصوف وتنسج بالفطرة أروع وأبدع لوحات فنية أصيلة تحكي قصصاً من واقع الطبيعة من خلال الخيوط والألوان، فتلك المهنة لمن يحبها فقط، ومن الصعب أن تجد أحداً يدخلها ويبدع فيها دون عشق. أمل مسعد لبرنامج مراسلون، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. رحلتنا التالية إلى العاصمة الأسبانية مدريد، وقد لا يعرف الكثيرون إنها العاصمة الأوروبية الوحيدة التي أسسها المسلمون في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن خامس الأمراء الأمويين في الأندلس، ويوجد بها العديد من الآثار التي ما زالت تشهد على الماضي العربي المسلم. لنشاهد. كثيرون ربما لا يعرفون أن مدريد كانت العاصمة الأوروبية الوحيدة التي أسسها العرب المسلمون في عهد الأمير محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني خامس الأمراء الأمويين في الأندلس، واسمها مشتق من العربية مجريد لكثرة مجاري المياه فيها. وفي السنوات الأخيرة بدأت هناك حركة من المستعربين الإسبان بالتذكير بالتاريخ الإسلامي المنسي لمدريد، ومطالبة الحكومة بالحفاظ على هذا الإرث الثمين كجزء من هوية المدينة. مدريد هي العاصمة الأوروبية الوحيدة حالياً ذات الأصل العربي الإسلامي. مدريد والتي تأسست في القرن التاسع بداية على يد أمير قرطبة محمد الأول. خلال 250 عاماً كانت مدريد تابعة للأندلس، وبعد الفتح المسيحي كان هناك حضور إسلامي مستمر ل500 عام. مدريد تاريخاً لديها حضور إسلامي لمدة تزيد عن 600 عام.
قليلة وغير معروفة كثيرا الآثار التي ما زالت تشهد على الماضي العربي للعاصمة الإسبانية، لكن اللافت أن معظم الآثار المتبقية اليوم تقع في الجوار المحيط بقصر الشرق الكبير، وهو القصر الملكي الذي يستخدم للمناسبات الاحتفالية الكبرى. فهناك نجد بقايا السور الإسلامي بحديقته الجميلة وزهورها العطرية المختلفة. ما زالت بعض الشوارع في مدريد القديمة تحمل الأسماء العربية، مثلا شارع الملح، شارع المورو، بعض ما زالت يعني أن تجد الطابع المدن العربية القديمة في مدريد القديمة، من ناحية قصر الشرق. قصر الشرق أجمل قصور أوروبا، هو أساس القلعة أو القصر الذي بناه محمد التاسع. ليست فقط الحجارة من تشهد على حقبة حكم العرب لمدريد وتأسيسهم لها، بل أيضا أنها كانت مكان مولد العلماء، حيث ولد فيها في القرن العاشر أبو القاسم مسلم بن أحمد المجريطي، الذي استحق لقب إقليدس الأندلسي، أحد أهم نوابغ علم الفلك والرياضيات. مهما كانت هناك من محاولات لطمس تاريخ النشأة الإسلامي لمدريد، إلا أن الآثار المتبقية تظل دليلا حيا على العاصمة الأوروبية الوحيدة التي أسسها العرب. لبرنامج مراسلون، رزان ملش، تلفزيون دولة الكويت، مدريد، إسبانيا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في نفس المكان وفي نفس الزمان، ونتمنى إن شاء الله أن يكون عام جديد 2020 عام سعيد وتتحقق فيه المزيد من الأحلام، وأن يكون عاما حافلا بالسعادة. إلى اللقاء.